واصل الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع السلطة التشريعية لمناقشة واستعراض الخطط والمبادرات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي إثر جائحة فيروس كورونا. وقد عقدت اليوم السلطتان التشريعية والتنفيذية الاجتماع المشترك الأول برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، والاجتماع المشترك الثاني برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، وأعضاء هيئة المكتب في المجلسين ورئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلسين. وجرى خلال الاجتماعين استعراض مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وتنمية الإيرادات غير النفطية، وهي أولا مبادرة خفض المصروفات، خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، ضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية. ثانياً، مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة، مراجعة أسعار الخدمات المقدمة للشركات، مبادرات تنمية الإيرادات الحكومية، تعديل القيمة المضافة من خلال المناقشة والإقرار مع السلطة التشريعية على أن يكون خيار رفع نسبة القيمة المضافة إلى 10% فقط على السلع والخدمات غير الأساسية، بما لا يؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، خاصة مع استمرار عدم تطبيق القيمة المضافة على 94 سلعة أساسية والخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية أخرى، وسيكون تطبيق القيمة المضافة اختياريا وفق هذا المبدأ من الاستثناءات. وقد أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بنتائج الحوار المستمر ومخرجات التنسيق الدائم بين الحكومة ومجلس النواب بما يدعم من قوة الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الجائحة، ويأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وثمنت معالي رئيسة مجلس النواب حرص الحكومة على إنجاز أهداف برنامج التوازن المالي والتمسك بكافة مبادئه والاستمرار في البرنامج وفق الأهداف الموضوعة له من خلال تحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، مشيدة معاليها بالتزام الحكومة بتنفيذ وعودها بالحفاظ على الدعم الاجتماعي لمستحقيه من المواطنين وترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية مع مواصلة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية. من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن بحث المستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستراتيجية بالشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعكس التكامل بين المؤسسات الدستورية لتحقيق المصالح الوطنية، وذلك ضمن النهج الحكيم الذي أكد عليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وما دأبت عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن نمو وتقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مسؤولية الجميع، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المملكة والعالم في ظل عدم استقرار أسعار النفط وتداعيات انتشار جائحة كورونا، مبينا أن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين من خلال توجيهات جلالة العاهل المفدى أيده الله بإطلاق الحزمة الاقتصادية التحفيزية خففت من أثارها هذه التحديات على الاقتصاد وعلى المواطنين بصفة عامة، وكانت محل إشادة على المستوى الدولي.
من جانبه قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، قال إن التنسيق مع السلطة التشريعية في المسار التشريعي أنتج نماذج ناجحة في التعاون البناء والإيجابي لصالح الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية تأتي تأكيدا على حرص السلطتين على مواصلة العمل المشترك لإنجاح الخطط الموضوعة والمبادرات النوعية لتحقيق التعافي الاقتصادي لما فيه خير وصالح الجميع بمملكة البحرين. وأكد معالي أهمية تضافر الجهود كافة لمواصلة النمو الاقتصادي وإنجاح المبادرات التي تعزز الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن الخيار الأفضل دائما هو الخيار الذي فيه تأثير محدود على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدا حرص الحكومة على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية والمطبق منذ إقرار القيمة المضافة. منوها معاليه بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي ومواصلة تحفيز التعافي والنمو الاقتصادي، مؤكدا الحرص على العمل المشترك مع السلطة التشريعية للحفاظ على مسار الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية ومواصلة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفعالية.